لقد كان شبه اقتصادنا الوطني في تلك السنوات مبنياً على أسس هشة، قاعدتها الأساسية تصدير المواد الأولية محروقات ومناجم واستيراد. هذا هو الاقتصاد، كان يدور حول الاستيراد، استيراد بكيفية افترسوا بها البلاد، تضخيم، فواتر، كل الناس تسعى إلى الاستيراد، لأن الاستيراد أساسه قتل الإنتاج الوطني، قتل الحرية نتاع الجزائريين. يستوردوا كل شيء باش يضخم الفواتير ويخلي ما وراء البحر أموال طائلة نتاع الدولة الجزائرية، نتاع عمال الجزائر ونتاع الخزينة الجزائرية، يخلوهم في الخارج وشراو دي زوتيل 5 اتوال، دي بيان ايموبيلي، داروا شركات لي بارادي فيسكو، شراو جنسيات اخرى بهذه الكيفيه هذه. وكانت اقليه مفترسه هي اللي توزع الريع على بعضهم بعض، هذا ما يمس هذا، ديب ما ياكل ديب، كل واحد عنده البقعة اللي يدور فيها ويستغلها، والآخرين ما يجوش يزحموه، ولكن كلهم متفقين على أساس أن ما يكونش فيه إنتاج وطني، لأن الإنتاج الوطني أولا يرجع النخوة، يرجع على الاستقلال ويحافظ على المداخل تاع الدولة ويخلي نوع من النخوة الوطنية. إذن على سبيل الذكر، في 2022 بعد تحريات، بعد ما تجاوزنا أزمات، وجدنا ما يقارب 900 مؤسسة اقتصادية مغلوقة، فيها اللي عمرها ما اشتغلت، فيها اللي باقي فيها بلك 5% باش ينتهي المشروع ويخلق لنا مناصب شغل ويخلق إنتاج وطني، ولكن ما دام يزاحم الاستيراد ممنوع، وبكيفيات بيروقراطية، قال ما عندكش الرخصة، قال علاش بنيت هنا، علاش هادي، علاش هادي، 900 أكثر من 900 دوك مصنع مبني والدولة صرفت عليه والماتيريال العتاد شريناه، بقي له غير رخصة باش يبدا يشتغل ويشغل الناس. لا، خلي الأزمة تدوم، خلي الضغط نتاع البطالة يدوم باش البلاد تنفجر. بهذه الكيفية نجمو نعومو في المياه العكرة. في ظرف 3 شهور مع السادة الولات آنذاك اللي ما كانوش متورطين في هذه العملية، فتحناهم كل دور رخص تاعهم. يشاركوا في الناتج الخام تاع البلاد وخلقوا ما يقارب 22,000 منصب شغل. 22,000، راه غير الدول الغربية اللي تتكلم بآلاف مناصب شغل. وين وصلنا؟ هذه راني نتكلم على 2021 2022، وهلما جر من أمثلة اللي خلات البلاد تحت أجنو، تحت رحمة ناس مفترسين يبيعوا ويشروا فيها. حتى الاستيراد آنذاك غيروا القوانين على أساس، ربما سمحوا لي ندخل في تفاصيل لأن أنتم العمال، أنتم الحجر تاع هذا الواد، هذا لازم تكونوا مطلعين على الأمور هذه. إذن قوانين تسمح وتفرض عليك باش تسدد الفاتورة قبل السلعة ما تجي. لما تسدد الفاتورة واش ولاو يبعثوا لنا؟ أنا روسي دي كونتينر فيهم دي بوبال حاشاكم، افيك دي زوردور ميناجير، أنا روسي دي كونتينر افيك دي بنو يزاجي،
on a reçu des conteneurs avec de la pierre, le gravier. والعملة الصعبة مشات إلى يومنا هذا. الجمارك يبحثوا على شركات وهمية، رغم أنها شركات وهمية ولكن لها كان لها الرخصة بالاستيراد. مئات الملايير منعت من الرقابة الجمركية، لأن لما جو يبحثوا السيد لقاو ربما هذا الاسم، مرأة مسكينة خدموا باسمها توفات عندها 30 عام، الآخر ما كانش، الآخر هذا، الآخر هذا، دي ريجيست كوميرس متواطئين فيكتيف. هذا هو الاقتصاد الوطني اللي كنا نمشوا عليه، ولا عليه كنا نديروا لا تريبارتيت.